الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الاستمرار بمسار التنمية في أنحاء البلاد كافة. مدبولي يؤكد مواصلة الحكومة جهودها لتعميق وتوطين الصناعات في مختلف القطاعات. ومصر تكثف طلعاتها الجوية بالتعاون مع الإمارات والأردن لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على شمال غزة. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. 3 عصرا في القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم عبر شاشة إكسترا نيوز. ومن العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة مع الزميل محمد الرميحي. إليك رميحي. شكرا دارين، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في أنحاء البلاد كافة، بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري. وخلال استقباله السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، رحب الرئيس السيسي بزيارة السلطان سيف الدين إلى مصر، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر، ومؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري. من جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للسيد الرئيس وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر، فضلا عن حرص الدولة والسيد الرئيس بشكل دائم على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح بما يعزز التعايش والسلم الاجتماعي. كما نوه سلطان البهرة إلى الدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب. على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن رسائل الرئيس السيسي ركزت على الاهتمام بالصناعة. وخلال مؤتمر صحفي على هامش جولة له بالعاشر من رمضان شملت مشروعات صناعية وسكنية، أشار مدبولي إلى توجيه الرئيس السيسي بضرورة تعميق المنتج المحلي. الحقيقة النهاردة جولتنا تفقدنا 3 مصانع مختلفة في مدينة العاشر من رمضان، وخليني أبدأ الأول قبل ما نشرحهم وإيه فلسفة هذه المشروعات الكبيرة. إحنا طبعاً كنا منذ أيام قليلة بنشرف بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هنا في مدينة العاشر، وإحنا بنفتتح واحد من أكبر المصانع الجديدة اللي اتعملت وإحنا بنحتفل بعيد العمال. وكانت رسالة سيادته دائماً الصناعة، وإن لازم نركز كدولة الفترة القادمة على الصناعة وتعميق المنتج المحلي، وإزاي إن إحنا ندخل أكبر حجم من المنتجات عشان نقلل من فاتورة الاستيراد للسوق المصري. أكد مدبولي حرص الحكومة على تشجيع الصناعة، موضحا أن ذلك أدى إلى وجود مصانع جديدة وزيادة المكون المحلي في الصناعات. مع الفكر اللي موجود وتشجيع الصناعة، هذا المصنع بقى موجود وبقى بينتج على أعلى مستوى وبيغطي يعني جزء من إنتاجه بيغطي السوق المحلي، والجزء الأكبر بقى بيصدره للخارج. الأهم إن يعني إجمالي أو المكون المحلي اللي موجود في هذا المصنع فوق 75%، يعني فوق 75% بيتعامل كقيمة مضافة جوه مصر،
والباقي هو اللي المفروض النهاردة حتى بنتكلم معهم ازاي ان احنا نزود من القيمة المضافة ومن المكون المحلي للخارج. المصنع الثاني مصنع بي اس اتش او بوش، وبوش دي طبعا من اكبر الشركات العالمية على العالم كله في الاجهزة المنزلية. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة إنتاج السيارات، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد البالغة 4 مليارات دولار. المنتج الأهم اللي احنا كمان مركزين عليه قوي والفترة الجاية وحيبقى الزيارات المستقبلية الفترة الجاية هنشتغل عليه هو مصانع السيارات، واحنا يمكن من خلال المجلس الأعلى للسيارات شغالين على هذا الموضوع بقوة، دخلنا القانون بتاع حوافز السيارات، والنهاردة الاتفاقات اللي اتعملت مع الشركات العالمية انها تبدأ تصنع منتجات جوه مصر بنفس النموذج اللي شفناه كنماذج ناجحة في بعض الدول الافريقية هيبدأ في مصر، وان المفروض ان متوقع ان شاء الله اول خطوط انتاج تبدأ تنتج السيارات في عام 25، وده هيبقى شيء خطوة كبيرة جدا وده شيء مهم جدا، لان مصر برضو كانت فاتورتها السابقة في استيراد السيارات اكتر من 4 مليار دولار سنويا. وكل ده عشان كده احنا بنركز، الدولة بتركز والحكومة بتركز، بتشوف فين الفواتير اللي كانت بترهق الاقتصاد المصري، ازاي اشجع الشركات العالمية انها تيجي تفتح هنا، ازاي احفزهم ان هم ينتجوا هنا. هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين العديد من الصناعات في مختلف القطاعات. وخلال تفقده مصنع شركة سان بيور لتصنيع الأدوات الصحية بالعاشر من رمضان، جدد مدبولي التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم مختلف صور الدعم المطلوب لدفع العمل بالشركات والمصانع المختلفة. هذا وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء مصنع بوش الألماني للبوتاجازات باستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، والذي يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى بدء أعمال بناء مصنع بوش الأول في القارة الأفريقية، موضحا أن هذا المصنع يعد علامة فارقة مهمة في استراتيجية الشركة للنمو وخلق القيمة في الأسواق الناشئة بالمنطقة. كما أوضح أن الشركة تخطط لبدء العمليات في الخريف المقبل ثم إنتاج الأجهزة الأولى بحلول شهر نوفمبر. لذلك تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة فيفو لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية. وأكد مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في جذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع في مصر بقيمة مضافة محلية عالية، وكذا اتصالا باهتمام الحكومة بالسعي لتعزيز التواصل مع المستثمرين الأجانب والمصنعين من الشركات العالمية وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خططهم التوسعية في السوق المصرية وبالأخص الموجهة نحو أنشطة التصدير. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون.
استمرارا للجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، تكثف القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من الأردن والإمارات عمليات الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة. استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع. يأتي ذلك ارتباطاً بالجهود والمساعي المصرية على كافة الأصعدة لاطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,971 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78,641 مصاباً منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينيا وإصابة 69 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. استشهد عشرات الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة في اليوم 18 بعد 200 من العدوان. واستهدفت طائرات الاحتلال بلدة الزويدة وسط القطاع إلى جانب مخيم النصيرات، كما تعرض وسط وشرق مدينة رفح جنوب القطاع إلى قصف مدفعي إسرائيلي مكثف، فيما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على حي الجنينة شرقي رفح. لا تتوقف النداءات الأممية التي تحذر من التبعات الكارثية لهجمات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. المزيد يستعرضه لنا محمد أنصاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم.
تتوالى التحذيرات الدولية من الهجوم الإسرائيلي البري على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان وتداعياته الكارثية على المنطقة. ففي أحدث ردود الفعل حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل سيؤدي إلى كارثة إنسانية هائلة وأوقف الجهود الأممية لدعم المدنيين مع اقتراب خطر المجاعة نتيجة قطع الإمدادات الإنسانية بسبب إغلاق المعابر. من جانبه قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن نحو 30,000 شخص ينزحون من مدينة رفح الفلسطينية كل يوم، موضحا أن معظم هؤلاء الأشخاص قد اضطروا للنزوح 5 أو 6 مرات منذ بداية الحرب على غزة في 7 من أكتوبر الماضي. من جهتها أعلنت وكالة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أكثر من 100,000 شخص غادروا رفح الفلسطينية خلال الأيام 5 الماضية، وحذرت الوكالة الأممية من أن نقص الوقود قد يؤدي إلى توقف الجهود الإنسانية في قطاع غزة خلال أيام، متوقعة أن ينفد المخزون الغذائي في جنوب غزة خلال أيام، مطالبة بمنع وفيات الأطفال. بدورها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا استمرار التهجير القسري للفلسطينيين مع اشتداد القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. وأوضحت الوكالة الدولية أن نحو 110,000 شخص فروا من رفح الفلسطينية بحثا عن مكان آمن وسط ظروف معيشية مأساوية، مؤكدة أن الأمل الوحيد حاليا هو وقف إطلاق النار. في غضون ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي بقطاع غزة سينهار تماما حال توقف تدفق الوقود بعد إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم. وأشارت الصحة العالمية إلى أهمية دخول الوقود إلى قطاع غزة وإلا توقف العمل بالمستشفيات، مشددة على أن تدمير الوصول إلى نظام الرعاية الصحية سيكون كارثيا على الجميع. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضا موجزا لتطورات الوضع الإنساني في مدينة رفح الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. انتقد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في حربها على قطاع غزة. وقال التقرير إن إسرائيل استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي. ما زال طول أمد العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض الاحتلال كل المطالبات الدولية والأممية بوقف إطلاق النار ما زال يلقي بظلاله على موقف حلفاء إسرائيل تجاهها، وعلى رأسهم تأتي الولايات المتحدة الداعم الأكبر للاحتلال. وفي اعتراف نادر قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ربما يكون قد انتهك القانون الإنساني الدولي خلال العدوان على غزة في أقوى انتقاد حتى الآن للاحتلال. التقييم جاء في تقرير نزعت عنه السرية من وزارة الخارجية مكون من 46 صفحة إلى الكونغرس، لكن واشنطن أحجمت فيه عن إصدار تقييم قاطع معتبرة أنه بسبب الفوضى الناجمة عن الحرب في قطاع غزة لم تتمكن من التحقق في حالات محددة ربما يكون تم فيها استخدام تلك الأسلحة في انتهاكات. وتنذر نتائج التقرير بمزيد من التدهور في علاقة واشنطن مع إسرائيل في وقت يتزايد فيه الخلاف بين الجانبين الحليفين بخصوص خطط إسرائيل للهجوم على رفح الفلسطينية في خطوة حذرت واشنطن مرارا من الإقدام عليها. يأتي ذلك في وقت يمارس فيه الجمهوريون ضغوطا لتمرير تشريع يهدف إلى منع بايدن من حجب شحنة الأسلحة إلى إسرائيل بعدما أثار تحرك الإدارة الأمريكية لمنع شحنة أسلحة رد فعل عنيف من المؤيدين لإسرائيل في كلا الحزبين. وعلقت إدارة بايدن بالفعل حزمة واحدة من الأسلحة لإسرائيل في تحول كبير في سياستها، وقالت إن الولايات المتحدة تقوم بمراجعة حزم أخرى حتى مع تأكيدها على دعمها طويل الأمد لإسرائيل. يصطف عشرات الفلسطينيين أمام جمعية خيرية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
للحصول على بعض الطعام لأسرهم. ويخشى الفلسطينيون من توقف عمل تلك الجمعيات الخيرية في ظل انعدام المواد الغذائية وتحذيرات من مجاعة شاملة في غزة. في ظل تحذيرات دولية من مجاعة في قطاع غزة، يصطف عشرات الفلسطينيين أمام جمعية خيرية للحصول على بعض الطعام لأسرهم. وتجمعت حشود في طوابير في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لتلقي الوجبات المطبوخة التي يوزعها عمال الإغاثة في ظل حالة من البؤس. احنا كل اعتمادنا هنا على التكية، ما بنطبخش احنا عنا بالخيام، يعني بنحمد الله يعني لولا التكية هاي كان بتلاقي كل النازحين في وضع لا يرثى له، مع انه يعني احنا بدون شك احنا بنفس الموقف حاليا، بس اذا سكرت يعني والله حتصير مجاعة. وتقدم الجمعيات الخيرية التي تديرها الوكالات المحلية وكذلك المطبخ المركزي والعالمي وجبات للعائلات التي حرمها الاحتلال من أي مصدر للمال يمكنها من شراء احتياجاتها. معتمدين بالأول وبالأخير على التكية هان، أحياناً ما فيش معنا فلوس بتكون، وأحياناً ما فيش إشي متوفر، فمعتمدين على هذه الاعتماد تقريباً تقول 90% منها. فإذا سكرت المطل يجي هنا أشياء ويجي دعم ويجي هذا، فمش عارفين إحنا وين بدنا نروح وكيف بدنا نصير نتصرف بعد هيك. ويخشى الفلسطينيون من توقف عمل تلك الجمعيات الخيرية في ظل انعدام المواد الغذائية. حاليا يعني بالنسبة للغذاء يعني معتمدين على التكيات بالدرجة الأولى، لأنه طبعا ما فيش شغل، فيش عمل، بتنزل على الأسواق أكيد، يعني ما فيش أي مواد تموينية إلا الشغلات يعني البسيطة جدا حتى ما بتسد حاجة الإنسان يعني. لكن احنا بنلجأ قدر المستطاع على التكيات، لكن إذا صار انقطاع بالنسبة للتكيات فطبعا حنلجأ إلى ما كنا عليه ما قبل في السابق. طبعا ما فيش طعام، فيش غذاء، بدل ما ناكل 3 وجبات حناكل وجبة في اليوم ممكن ونقتصد يعني. وحذرت الأمم المتحدة من أن تناقص مخزونات الغذاء والوقود قد يؤدي إلى توقف جهود الإغاثة في غضون أيام بقطاع غزة مع استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر الحيوية في ظل تحذيرات من أن آلاف المدنيين في قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا. مرحبا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في عضوية فلسطين. قال أبو الغيط إن التصويت الكاسح لصالح القرار يشير بوضوح لبوصلة الإرادة العالمية والاتجاه الرأي العام الدولي، مشددا على أن الدولة أو الدول المقتنعة بحل الدولتين عليها تسريع الخطى لتحويل هذه الرؤية إلى واقع. في سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. بدورها اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن القرار يعكس إجماعا دوليا حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في طلب عضوية فلسطين دون إبطاء. أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني يونغ أن دعم أستراليا للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو جزء من بناء القوة الدافعة لتأمين السلام في غزة. وصوتت أستراليا مع الأغلبية الساحقة في الجمعيات العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي سيعترف فعليا بدولة فلسطينية. وأوصت مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.
من الجانب البولندي، قالت وزارة الخارجية البولندية إن تصويت الجمعية العامة لصالح قرار أحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ينسجم مع موقفها الحالي، والناتج أيضا عن اعترافها بإعلان الاستقلال الفلسطيني في عام 1988. وأوضحت الخارجية البولندية أن وارسو تتفهم وتدعم منذ عقود تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، معتبرة أن القرار خطوة صحيحة وهامة في هذا الاتجاه. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا في الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة وأسرى سابقين، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر إلى نحو 8680. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن الاعتقالات توزعت على محافظات جنين ونابلس ورام الله والخليل وقلقلية والقدس، وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة أثناء عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة المركبات. على الصعيد العربي، أطلق الجيش الإسرائيلي عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلم الشعب جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالمزروعات. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن إسرائيل أطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور. انطلقت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعات العربية على مستوى كبار المسؤولين تحضيرا لعقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري غدا الأحد. تناقش الاجتماعات تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، كما يتم بحث التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي. في سياق تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 6 قرى في شرق أوكرانيا. كانت السلطات الأوكرانية قد أجلت مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف بعد بدء موسكو شن هجوم بري في المنطقة. وأوضحت السلطات المحلية أن هجمات روسية بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات 24 الماضية. تصعيد كبير تشهد مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا في ظل هجوم بري تسعى خلاله القوة الروسية إلى إجبار قوة كييف على التراجع.
الهجوم الروسي بدأ بالمدفعية والطيران والمدرعات على بلدة فوشفانسك وقرى حولها قرب حدود خاركيف مع مقاطعة بلغرود الروسية، ما دفع السلطات المحلية إلى إجلاء آلاف السكان من المنطقة التي كان يسكنها 17,000 قبل الحرب. هيئة الأركان الأوكرانية أشارت إلى اشتباكات عنيفة للسيطرة على 3 قرى حدودية وسط مؤشرات على تقدم القوات المهاجمة ضمن خطة لدفع قوات كييف للتراجع 10 كيلومترات لإقامة منطقة عازلة. من جانبها أشارت السلطات المحلية إلى أن هجمات الجيش الروسي بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات 24 الماضية، وتشهد مدينة خاركيف منذ نحو 6 أسابيع تصعيدا روسيا ملحوظا في وتيرة القصف الصاروخي والغارات الجوية على مختلف مناطق المقاطعة. وأصبح فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق على موعد يومي مع تبعات هذا القصف الذي تسبب في انقطاع مستمر للتيار الكهربائي نتيجة تدمير عدد من محطات الطاقة. وتسعى القوات الروسية من التوسع في خاركيف إلى إقامة منطقة عازلة لمنع كييف من مهاجمة أراضيها، وخاصة في منطقة بلغرود التي شهدت على مدار الأشهر الماضية هجمات أوكرانية متكررة أوقعت قتلى ومصابين. قال حكم منطقة لوهانسك الذي عينته روسيا إن ضربة أوكرانية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 وتسببت في حريق كبير في مستودع لتخزين النفط في المنطقة. أضاف الحاكم أن أوكرانيا استخدمت في الهجوم أنظمة الصواريخ التي زودتها بها الولايات المتحدة. تسيطر القوات الروسية على معظم منطقة لوهانسك، وهي واحدة من المناطق الأربع التي ضمتها روسيا في عام 2022. قال قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال ألكسندر بافاليوك إنه يتوقع أن تدخل الحرب المستمرة مع روسيا منذ 26 شهرا مرحلة حاسمة خلال الشهرين المقبلين، وذلك مع محاولة موسكو استغلال التأخير في توريد إمدادات الأسلحة إلى كييف. وقال القائد الأوكراني إن موسكو تعلم أن الوضع قد ينقلب ضدها إذا ما تلقت كييف ما يكفي من الأسلحة في غضون شهر أو شهرين. قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا التي أعلنتها الإدارة الأمريكية هي رد فعل على نجاح القوات الروسية على خط المواجهة. وانتقد أناتونوف واشنطن لتجاهلها مسؤوليتها عن الهجمات الأوكرانية على المنشآت المدنية في روسيا باستخدام الأسلحة الأمريكية. على الصعيد الدولي، أعلنت كوريا الشمالية عزمها تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملم، وذلك اعتبارا من هذا العام. كانت بيونغ يونغ قد أعلنت أنها طورت نظام تحكم جديد براجمات الصواريخ من عيار 240 ملم، ما سيؤدي إلى تغيير نوعي في قدراتها الدفاعية. أجواء التصعيد تخيم على شبه الجزيرة الكورية في ظل استعداد متواصل من كوريا الشمالية لزيادة قدراتها القتالية. بيونغ يانغ أعلنت عزمها تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملي اعتبارا من العام الجاري، بينما تحدث الإعلام الرسمي عن قرب حصول تغيير مهم في القدرات المدفعية للقوات المسلحة. نظام الإطلاق الجديد سيتم نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة لأخرى يستخدمها حاليا، بعد أن قالت بيونغ يانغ إنها أجرت اختبارات أشرف عليها الزعيم الشمالي كيم جونغ قامت خلالها 8 قذائف صاروخية بإصابة هدف لإثبات الميزة والقوة التدميرية لنظام راجمات الصواريخ المحدث. من وجهة نظر الجارة الجنوبية، فإن تطوير تلك الأسلحة يهدف إلى تصديرها
بعد أن عززت كوريا الشمالية الخاضعة للعديد من العقوبات الدولية من تعاونها العسكري مع روسيا في الآونة الأخيرة، وتمر العلاقات بين الكوريتين في إحدى أسوأ مراحلها منذ انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية في الخمسينيات من القرن الماضي، مع اعتبار بيونغ يانغ أن سول هي العدو الرئيسي والتلويح برد عسكري على أي انتهاك لأراضيها. في ظروف إقليمية وعالمية غاية في التعقيد، يشهد الشهر المقبل انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث سيتم انتخاب نحو 700 عضو يمثلون 27 دولة هي قوام أعضاء الاتحاد الأوروبي. المزيد في التقرير التالي. مع بدء العد التنازلي لانتخابات البرلمان الأوروبي، يستعد ما يصل إلى 450 مليون مواطن في الدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي للتوجه لصناديق الاقتراع في الفترة من 6 إلى 9 من يونيو المقبل لانتخاب أكثر من 700 عضو في البرلمان الأوروبي، وهي الجمعية العابرة للحدود الوطنية الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر في العالم. وتجرى انتخابات البرلمان الأوروبي والتي تسمى أكثر شيوعاً بالانتخابات الأوروبية كل 5 سنوات، حيث يلعب البرلمان دوراً أساسياً في صياغة قانون الاتحاد الأوروبي ويساعد في تشكيل الاتجاه السياسي للكتلة. وتحظى انتخابات هذا العام، وهي الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بمراقبة عن كثب، خاصة وأن استطلاعات الرأي تتوقع مكاسب كبيرة للأحزاب اليمينية المتطرفة والمناهضة للمؤسسة، وهو ما سيكون له عواقب بعيدة المدى على أجندة سياسة الاتحاد الأوروبي. وتشير بعض التقديرات إلى أن أحزاب اليمين المتطرف في طريقها لاحتلال المركز الأول في 9 دول، بما في ذلك النمسا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، والمرتبة الثانية أو الثالثة في 9 دول أخرى، بما في ذلك إسبانيا والبرتغال والسويد وربما ألمانيا. ويمثل البرلمان الأوروبي مصالح مواطني الاتحاد على المستوى الأوروبي، حيث يعتمد القوانين التي تؤثر على البلدان والشركات والأفراد في مجالات متنوعة مثل الهجرة وسيادة القانون والسياسات الاجتماعية والبيئة والأمن وحقوق المستهلك والاقتصاد. يشهد إقليم كتالونيا الإسباني انتخابات محلية مبكرة على خلفية فشل الحكومة أو حكومة الإقليم في الحصول على موافقة البرلمان المحلي على مشروع الميزانية. المزيد في هذا التقرير. الإقليم الكتالوني على موعد مع استحقاق انتخابي مهم ليس فقط للإقليم بل والحكومة الإسبانية بشكل عام، وإذا كان هذا الاستحقاق يقيس قوة الحركة المؤيدة للاستقلال التي عصفت بالبلاد منذ عقد من الزمن، فإن من شأن حكومة يقودها الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في كتالونيا بعد عقد من الحكومات الانفصالية أن تبشر بعصر جديد. لكن في مقابل ذلك، فإن فاز حزب جونيتس الانفصالي من شأنه أن يعزز القضية الانفصالية ويخلق المزيد من المآزق لمدريد. مرشح جونيتس هو كارلس بوجيمون الذي كان رئيسا لكتالونيا خلال محاولة لانتزاع المنطقة من إسبانيا في عام 2017، وقد تعهد بإحياء محاولة الاستقلال. ومنذ توليه منصبه لولاية ثانية في نوفمبر الماضي، اعتمد سانشيز على تحالف هش مع الانفصاليين لتمرير التشريعات في البرلمان الوطني، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضين المحافظين. وتتوقع استطلاعات الرأي تقدما مريحا للمرشح الاشتراكي سلفادور أيلا في الانتخابات، متقدما على جونيتس ومنافسه الأكثر اعتدالا حزب كتالونيا الجمهوري الذي يحكم حاليا المنطقة الغنية بشمال شرق البلاد. قالت منظمة الصحة العالمية إن محادثات تستهدف صياغة ميثاق عالمي للمساعدة في مكافحة الأوبئة في المستقبل انتهت دون التوصل إلى مسودة اتفاق بحلول الموعد النهائي المتوقع، ذلك برغم إحراز بعض التقدم. يستهدف الاتفاق الجديد تعديل القواعد القائمة للتعامل مع الأوبئة من أجل دعم دفاعات العالم ضد مسببات الأمراض الجديدة بعد أن قتلت جائحة كورونا ملايين الأشخاص.
محليا أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الانتهاء من تفعيل منظومة كرت الفلاح بكافة محافظات الجمهورية، حيث وصل عدد الحيازات المسجلة على المنظومة 5 ملايين وأكثر من نصف المليون حيازة بنسبة 94% من الحيازات الدفترية، حيث بلغ عدد الكروت الموزعة على الحائزين نحو 3,913,000 كرت، تغطي مساحة تقارب 7,750,000 فدان. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين. ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في إبريل، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، ما يشير إلى تعافي الطلب المحلي. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات ارتفاع أسعار المستهلكين 3.1% في إبريل على أساس سنوي 1.1% مقارنة بأسعار مارس. يأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في إبريل، ما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين. يواجه جنوب البرازيل والذي تغمره المياه أمطارا غزيرة جديدة، ما يطيل أمد الأزمة الحادة التي أودت بحياة 126 شخصا على الأقل ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية ريو غراندي دو سول بفيضان الأنهار ومجاري المياه، ما أثر على حوالي 2 مليون شخص وأدى إلى إصابة 756 شخصا مع وجود 141 شخصا في عداد المفقودين. في ظل جهود متواصلة تبذلها السلطات لمساعدة المتضررين، يواجه جنوب البرازيل الذي تغمره المياه كميات جديدة من الأمطار، ما يطيل أمد الأزمة الحادة التي أودت بحياة العشرات ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح. وبينما قامت السلطات بتعبئة آلاف العسكريين لتوزيع المساعدة على المتضررين، هطلت أمطار جديدة في ولاية ريو غراندي دو سول، خصوصا في عاصمتها بورتو أليغيري، حيث توقع المعهد الوطني للأرصاد الجوية سقوط المزيد من الأمطار. الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي على الولاية تسببت بفيضان الأنهار ومجاري المياه، مما أثر على حوالي 2 مليون شخص وأدى إلى إصابة المئات فضلا عن فقدان العشرات. وخلال الساعات 24 الماضية تضاعف عدد الأشخاص الذين أجبروا على إخلاء منازلهم، ومن بينهم من تم وضعه في الملاجئ، حيث عملت السلطات على طمأنتهم على خلفية تقارير عن سرقات وآمال عنف. وعلى الرغم من الأمطار المتوقعة، يسعى بعض السكان إلى العودة لما يشبه الحياة الطبيعية، فقد أعيد فتح بعض المتاجر، فيما بدأت المياه تنحسر ببطء في بعض الأحياء بعد أن أدت الفيضانات العنيفة إلى إتلاف أو تدمير أكثر من 85,000 منزل. وتوقعت السلطات المحلية نقل مناطق كاملة في بعض البلدات المدمرة جراء المياه، مشيرة إلى أن تكلفة إعادة الأعمار قد تتخطى 3 مليارات يورو، بينما تعهدت الحكومة الفيدرالية بتخصيص 9 مليارات يورو لإعادة إعمار المنطقة المنكوبة. لقي شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون بسبب سوء الأحوال الجوية بعد أن ضربت عاصفة ترابية قوية العاصمة الهندية نيودلهي. وأفادت الشرطة أن العاصفة تسببت في تضرر الكثير من المباني واقتلاع عدة أشجار وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 شخص.
في سياق متصل صرح مسؤولون بمطار دلهي بأنه تم تحويل مسار 9 رحلات جوية إلى مدينة جايبور جراء العاصفة، وتأثرت حركة المرور في عدة مناطق بالعاصفة أو بالعاصمة بسبب ضعف الرؤية وسقوط الأشجار الذي أدى إلى تضرر عدة سيارات. أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية الأفغانية مصرع أكثر من 200 شخص جراء الفيضانات التي تجتاح مناطق عدة في ولاية باجلان شمالي شرقي أفغانستان. وقالت إدارة الكوارث إن الفيضانات هدمت عدة منازل بعد أن تضررت 4 مديريات في الولاية، مشيرة إلى أن البحث لا زال جاريا عن مفقودين. ضربت الأرض عاصفة شمسية شديدة هي الأولى من نوعها منذ العام 2003، وأنارت العاصفة بأضوائها القطبية سماء العديد من دول العالم، لكنها أثرت كذلك خشية من تأثيرها المحتمل على الشبكات الإلكترونية وأنظمة الاتصالات. وأعلنت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي أن العاصفة الجيومغناطيسية هي من المستوى 5 على مقياس من 5 درجات الذي يوصف بأنه شديد. رياضيا، يواجه فريق الأهلي نظيره بلدية المحلة اليوم ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الدوري الممتاز. عقد المدير الفني للفريق مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة. يملك الأهلي 30 نقطة من 14 مباراة مقابل 19 نقطة لبلدية المحلة من 20 لقاء. يواجه أرسنال مضيفه مانشستر يونايتد الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز. يتصدر أرسنال الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما. أتصدر ترتيب المسابقة برصيد 83 نقطة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقي مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، بينما يسعى يونايتد صاحب المركز الثامن برصيد 54 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة مع ضيف نيوكاسل يونايتد للعودة إلى نغمة الانتصارات في البطولة التي غابت عنه خلال المرحلتين الماضيتين. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تنظيم حفل وداعي لمدربه الألماني يورغن كلوب يوم 28 من مايو الجاري في محيط إمانس بانك أرينا. وقال موقع ليفربول الرسمي إن النادي سينظم حفلا وداعيا للمدرب الألماني يورغن كلوب والذي سيرحل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الحالي. وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي إن تلك الليلة ستكون خاصة للغاية لأنها ستذكره بالكثير من الذكريات الرائعة داخل النادي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إنه يأمل أن يشارك نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي في أولمبياد باريس الصيفي في وقت لاحق من العام الجاري. وكان مبابي قد أعلن رحيله عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في غضون أسابيع، مضيفا أنه سيلعب مباراته الأخيرة مع فريق العاصمة على ملعب باك دي بغانس غدا الأحد. وعلى مدار أكثر من موسم ترددت أنباء على نطاق واسع عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد الإسبانية، لكن اللاعب لم يعلن ذلك رسميا. وصلنا بحضراتكم بعد أخبار الرياضة إلى ختام النشرة، ولم يتبقى لنا سوى تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الاستمرار بمسار التنمية في كافة أنحاء البلاد.
مدبولي يؤكد مواصلة الحكومة جهودها لتعميق وتوطين الصناعات في مختلف القطاعات. مصر تكثف طلعاتها الجوية بالتعاون مع الإمارات والأردن لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على شمال غزة. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. هذه تحيات دارين مصطفى وتحياتي محمد الرميحي. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.